هلو واضح، نديم شرفان، مصمم رأس لبناني والفاوندر تبع جروب مياس. جروب مياس تأسس تقريبا صار له سنة حيصيروا، نحن جمعنا بعضنا كرمال Arabs Got Talent. معظم البنات اللي بالفريق هن تلاميذ عندي، يعني صاروا معي أكثر من 10 سنين. فجمعتهم وقررنا نقدم على Arabs Got Talent وقدمنا ونجحنا بكل مرحلة بتفوق وأخذنا اللقب آخر شيء. الاكسبيرينس كانت كتير حلوة بس كانت كتير متعبة. أقل تابلوت ما قدمناه بـ Arabs Got Talent أخذ شهر تمرين. مش كنا متوقعين نربح، كنا عارفين إنه نحنا عنا قوة بهالبروغرام يعني، بس اشتغلنا على هيدا الأساس إنه نقدر ناخد اللقب. بس كمان اللقب هو منه غير اسم، يعني تايتل حلو الواحد يحصل عليه، بس نحنا كنا بالبروغرام أخذنا حقنا من أول لحظة فتنا على البروغرام لآخر لحظة. So whether نأخذ التايتل أو لا، نحنا ربحانين كنا.